في كل علم يقف البشر عاجزين، جيولوجيا، علم المختبرات، علم الأحياء، علم الطب، علم الهندسة، علم الفلك، علم الفلك. هل فكت الأقمار الصناعية كل الألغاز؟ لا. يقول وين ميتشيغان البروفيسور: نحن نتكلم عن قوة رهيبة وبلا حدود، ولكننا لا نعلم عنها شيئا على الإطلاق. نحن نعلم عنها أيها الإخوة، لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، الحي. إخفاقات في مجال علاجات التلوث، نظريات متعارضة، فهذا يحذر من أضرار الهاتف الجوال وآخر يبرئ الهاتف الجوال. يقول مارتن ستانلي إن نتائج العلوم تبدأ بالاحتمالات وتنتهي بالاحتمالات في كثير من الأحيان، ونظريات خاطئة ونظريات يثبت خطأ بعد ذلك، وهذا تحت لازال تحت الجدل، وهذا لازال تحت النقاش، وهذا لازال تحت البحث، وهذا لازال تحت وتحت، ثم تكتشف أضرار مصاحبة للإنجازات العلمية، لأن الإنسان يكتشف ويطور أجهزة ثم يكتشف أن لهذه الأجهزة أضرار. وهكذا يخترعون قنابل وأسلحة تدمر الهندسة الوراثية، يتلاعبون بالأجنة، يلوثوا البحار والأنهار وأفسدوا الزروع والثمار، ويقولون أطعمة معدلة وراثيا ضارة ضارة معدلة وراثيا، ومبيدات ترش بها المزروعات فيها ضرر، وهكذا وهكذا لا يزالون يعملون أخبار تجسسية، ويصل الناس من خوف إلى خوف. فحضارة بني الإنسان لا تخلو من السلبيات والأضرار، لكن علم الوحي كله منافع. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. نعم، لقد حققت البشرية إنجازات، واكتشفت الكهرباء وأجهزة التكييف، وصارت الحياة أيسر في كثير من الحالات، وعبدت الطرق، وطورت وسائل المواصلات، واكتشفت علاجات للأمراض كالجدري، ولقاحات لشلل الأطفال. بعضها يقولون ترجع كالسل الآن مرة أخرى بعد أن عدمت في العالم تعود، وبعضها يقولون الفيروسات طورت أنفسها. كيف طورت أنفسها؟ من الذي طورها؟ صارت الفيروسات بفعل المضادات الحيوية معندة لا تستجيب. من الذي جعلها تستعصي ولا تستجيب؟ يبقى علم البشر ناقص، يبقى ناقصا، يبقى علم البشر له جوانب أضرار سلبيات، ويبقى علم الوحي كاملا. يبقى علم الوحي يجلب السعادة، علم الدنيا يجلب سعادة مؤقتة أو جزئية، لا يجلب سعادة كلية. ونحن المسلمون يجب أن نجمع بين العلمين، علم الدين وعلم الدنيا، لأن علم الدنيا وحده لا يكفي، لأن علم الدنيا وحده أثبت أنه ناقص، لأن علم الدنيا وحده أثبت أن له أضرار. إذا لم يحكم علم الدنيا بعلم الدين اختلطت الأنساب. تلقيح بويضة لامرأة بحيوان منوي لرجل، ليزرع في رحم امرأة ثالثة، ليسقى من بنوك الحليب بعد الولادة من حليب مجمع من نساء متعددات لا يدرى من أمه بالرضاع، ثم يناقشون من أمه في النسب، ومن هي صاحبة البويضة أم التي حملت. والله يقول يصف الأمهات: أمهاتهم اللائي ولدنهم، اللاتي ولدنهم هؤلاء. ثم هذه اللخبطة في الأمور الوراثية وما يسمونه بالتعدي على أخلاقيات الطب، لكن مختبرات وشركات تريد أن تعمل بلا حدود ولا قيود ولا ضوابط. هذه أهمية علم الوحي. علم الوحي يضبط
العلوم الدنيوية، ويقولك هذا لطائل من ورائي لا تبحث فيه، لا داعي لإنفاق الأموال والأوقات في مباحث في علم الروح لن تصل إلى شيء. وهؤلاء ينفقون أموالهم في وضع بعض الأبدان في ثلاجات بعد الموت، حتى إذا اكتشفوا طريقة لإرجاع الروح يرجع إلى الحياة مرة أخرى، وتنفق أموال من وصية هذا المسكين الغني الذي مات